السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا من داخل الكنوز للهواتف المتحركة ومعانا السيد علي سعيد. أهلا وسهلا معك سيد علي. أهلا وسهلا فيك حبيبي. يا حبيبي يعطيك العافية. الله يعطيك يا رب. سيد علي، فيك تخبرنا وتخبر السادة المشاهدين بداياتك العملية داخل دولة الإمارات؟ والله بدايتي أنا جيت على دولة الإمارات العربية المتحدة، وصلت يعني جيت على الإمارات من 2005، وكانت بدايتي أول من دبي. جيت كعامل كوافد مثل أي وافد، واشتغلت في مجالات عدة وخاصة اختصيت في الموبايلات. هي كان اختصاصي أول بسوريا، وجيت لهون على الإمارات العربية المتحدة. المهم اختصيت بدبي تقريبا 10 إلى 12 سنة جلست بدبي. بعد ما يعني بعد اختصاصاتي بدبي ومجالي وتطورت حالي الحمد لله رب العالمين بدبي، قررت اني افتح محل يعني بمجالي اللي اختصيت فيه واللي تعلمت فيه طول عمري، يعني الحمد لله رب العالمين قضيت قلت لك 12 سنه تقريبا بدبي. فقررت افتح براس الخيمه اللي هو المحل اللي شايفه انت، الكنوز الهواتف المتحركه. لكم التوفيق سيدي الكريم. الله يسلمك يا رب. طيب سيد علي، ايه الخدمات اللي انتم بتقدموها داخل محل الكنوز للهواتف المتحركه؟ احنا الخدمات اللي عندنا عباره عن بيع بالمفرق ومنبيع بالجملة، اختصاصنا هون بالمحل. اوكي، يعني بتبيعوا كفرات موبايلات؟ منبيع اختصاصنا كفرات موبايلات اجهزة تابلات، ان كان بالنظامات اللي هي الجالكسي او الهواوي او الابل، وكان عندنا كمان عندنا النظام اللي هو اللي كل شيء شو بدي اقول لك، يعني ملتحقات تبعت الابل او الايفون او الجالكسي بشكل عام. عندك يعني مثلا عندك الشواحن، الوصلات، الكيبلات، الباور بانك، انت بتساعدك الحين مجالك الباور بانك الحين اللي هي المتنقله. عندك مثلا كاميرات المراقبه حق البيت اللي تربطها بالجوال، عندك مثلا سماعات البلوتوث، يعني اكثر من مجال في عندنا في المحل. طيب احنا عارفين ان مجال التكنولوجيا عموما يعني مجال ليس له نهايه وما يعني ملوش ابعاد. انتوا اكيد عندكم حاجه متميزه متخصصين بيها، قطع الغيار بتستوردوها، حاجات محليه، خبرنا اكتر عن الموضوع ده. بالنسبه لموضوع اللي احنا البضاعه اللي عم نجيبها عم نستوردها قاعدين من الصين، احنا على طول بتجي من الصين اللي عندي على المحل هنا، ومختصين احنا باسعار الجمله. ان كان الزبون اخذ حبه او 10 حبات بنبيعه بسعر الجمله. يعني مثلا عقيمه الكفر اللي بنبيعه احنا مثلا برا او باي محل من المحلات، ما بقصد اي محل، ب 20 درهم احنا بنبيعه عندنا بدايه من 5 دراهم، 5 10 15 20 درهم. يعني عندنا بالنسبه لكفرات اللي عندي في المحل اغلى كفر 20 درهم فقط. وعندي كمان اختصاص الكيبلات، الكيبلات بشكل عام ان كان منتج شركات عالميه مثل شركه نش اذكر يعني انكر او هواوي، مثلا كيبلاتهم تتعدى ال 40 او ال 50 درهم، عندي مثلا كيبلات تبدا من 10 دراهم كمان كواليتي وعليه ضمان. هذه اهم شيء ميزه عندي في المحل، انه اي منتج بيطلع عند المحل عليه ضمان. طيب سؤال ممكن يبقى مقرق الساده المشاهدين دلوقتي، هل الخدمات والمنتجات اللي حضرتك بتبيعها بالجمله دي لافراد ولا للمحلات؟ ببيع لافراد وللمحلات بنفس السعر. نفس السعر، ما في يعني لو الشخص فات لعندي بده 10 حبات نعطيه السعر، ولو بده حبه نعطيه السعر. انا بالنسبه لفكرتي براس الخيمه اني ابيع بسعر الجمله ان كان مفرد أو كان جملة. ايه اللي بيميزكم عن غيركم من باقي المنافسين في نفس المجال؟ ايه الحاجه اللي انت شايف نفسك متميز فيها؟ والله الحمد لله اول شيء بالنسبه تميزنا الحمد لله اول شيء هي السمعه الطيبه. السمعه الطيبه عندنا براس الخيمه الحمد لله تميزنا فيها بشكل عام. وعندنا تميز مثل ما خبرتك احنا البضاعه اللي عندنا موجوده دائما نوفر كميه للزبون مشان لا ينقصوا اي شيء، وزائد اسعار اللي هي تفرق عن السوق كامله. يعني عندنا لو تسعر باي محل ثاني الحمد لله رب العالمين دائما اسعاري مغطي على السوق. ومنتجات ما شاء الله كثيره، فانت برضه متميز في منتجاتك في حاجتك. انا متميز ايه بمنتجات كثيره، وخاصه عندنا يعني مثلا عندي الاجهزه اللي بنجيبها مثلا اللي هي المستعمله، مثلا عم نجيب قاعدين الاجهزه هاي كثير طلبات جدا في السوق.
وعندي خاصة بجيب الأجهزة النظيفة. يعني في ناس تقول لك والله مبدل أو شيء، لا الحمد لله رب العالمين أجهزتي يعني مختص فيها بالذات، من كان آيبادات واللي كان موبايلات جميع أنواعها هاي مختص فيها الحمد لله رب العالمين. والكمان عندك في الكميات اللي هي بتجينا محدودة اللي بتيجي من برا حاليا، اللي هي المنتجات مثل الكاميرات المراقبة. هاي الكاميرا المراقبة الحين صارت تنزل أكثر من نوع بالنسبة لحاليا الوضع الحالي عايشين فيه، سهلة جدا وخفيفة مثل ما بقولها، تركبها أي مكان ورخيصة بنفس الوقت. طيب ايه هي الخطط المستقبليه اللي انت حاططها لتطوير العمل الفتره القادمه؟ والله الحمد لله اول شيء مثل ما قلت لك بدينا بالمحل الحمد لله صار له سنتين ونص، ومفكر الحمد لله نفتح فرع كبير براس الخيمه، وان شاء الله راح نوزع فروعنا بكل الامارات ان شاء الله اذا مشينا على هالنحو هذا ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله رب العالمين لكم التوفيق. طيب قصه نجاح كبيره زي كده اكيد كان ليك شركاء في النجاح، فينا نتوجه ليهم كلمه شكر؟ بالنسبه لرساله شكر اوجهها من كل قلبي لكل أصدقائي اللي وقفوا معي. كان بدايتي أول شيء براس الخيمة كانت صعبة والحمد لله رب العالمين، وعندي كمان زوجتي وقفت معي، أولادي الحمد لله رب العالمين كمان معي وقفوا والحمد لله. بالنسبة لموضوع الشركاء اللي هم شاركوني في المحل، الشركات الحمد لله ما حدا قصر معي. بالنسبة للشركات بشكل عالمي ما راح أذكر أي شركة، ولكن كلهم معروفين الحين في الإمارات جميعا. طيب أكيد إحنا في دولة الإمارات بنلعب بنعمة الأمن والأمان، شو بيعني لك هذا؟ بالنسبة للأمن والأمان برد دولة الإمارات أشكرها من كل قلبي، يعني الحمد لله رب العالمين محلي أو بيتي أو أي مكان أو اللي بيسمعني وبيشوفني، دولة الإمارات جدا الأمان فيها قوي جدا، يعني الحمد لله رب العالمين موفرين كل شيء، بيتي أمان، محلي بأمان الحمد لله رب العالمين، مراقب 24 ساعة على كاميراتهم، سياراتي بأمان أو بحطها برا ما حد بيقرب عليها الحمد لله رب العالمين، أشكرهم من كل قلبي. طيب إحنا عارفين إن لو ما في أمن وأمان ما في استثمار، ولو ما في استثمار ما في وافدين، وأكيد اللي إحنا وصلنا له ده بفضل مجهودات شيوخنا الله يحفظهم، إن هم بيدعمونا مواطنين وافدين جميع الجنسيات هنا، شيوخنا الله يحفظهم بيدعموه. شو تحب تتوجه لهم برسالة شكر؟ بالنسبة للشيوخنا الشكر تبعي لهم، يعني بالنسبة لمحلي باسمي وباسم محل الكنوز أوجه لهم تحية شكر، لأنهم يعني خاصة وضعنا الراهن اللي عايشين فيه الحمد لله رب العالمين، محلي مفتوح، الأمن موجود الحمد لله رب العالمين، النظافة موجودة عندنا الحمد لله رب العالمين بكل مكان، خاصة يعني الموضوع اللي عايشين فيه موضوع الفيروس الحمد لله معقمونا راس الخيمة كلياته، زباين بتروح تيجي لعندي الحمد لله رب العالمين، وامورنا بخير بعالي العال، اشكرهم لشيوخنا لا استثني اي شيخ. لك التوفيق سيدي الكريم. حبيب قلبي. طب في النهايه احنا بنشكر حضرتك جدا، كان معانا ومعاكم السيد علي سعيد من داخل محل الكنوز للهواتف المتحركه. شكرا لك سيد علي. العفو، الله يخليكم يا رب، فيكم. تشرفنا بحسن ميت اهلا وسهلا فيكم بالقناه وكل طاقم العمل اللي في القناه، اهلا وسهلا فيكم ومشرفين المحل، حياكم الله حبايب. اهلا وسهلا بك. في النهايه نشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المشاهده، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رواد النجاح، دمتم في امان الله.